مشاهدينا الكرام، اهلا وسهلا بحضراتكم في اولى حلقات برنامج في بلدنا، وان شاء الله دايما هنستضيف لحضراتكم الناس اللي قدرت تحقق نجاحات بشكل مختلف. لكن الحقيقه انا عاوز انبه في بدايه الحلقه، حابب اقول لكم كل سنه وانتم طيبين الاول بمناسبه انتهاء عام 2020، وان احنا داخلين على بدايه سنه جديده. كل سنه وانتم طيبين، ويا رب تكون سنه سعيده عليكم ومليئه بالنجاحات ومحققه بالامنيات ان شاء الله. لكن موضوع حلقتنا النهارده خاص بذوي القلوب الرحيمه. الحقيقه كلنا اتفقنا على حب الحيوانات الاليفه، لكن مش كلنا اتفقنا على تربيتها. في منا اللي بيحبها علشان شعرها طويل، في منا اللي بيحبها علشان ذكيه وعلشان خجوله، لكن في تربيتها ناس كتير شايفه الموضوع من بره بشكل سهل، لكن اول ما بيجي يقتنوا كلبه او قطه بيبصوا يلاقوا الموضوع صعب شويه، محتاج رعايه، محتاج تغذيه مناسبه. وعلشان نعرف اكتر عن التغذيه المناسبه والرعايه الصحيه، كان لازم يكون في استضافتنا دكتوره رضا شلبي، حاصله على دكتوراه في جراحه وطب الحيوانات الاليفه بجامعه القاهره، رئيسه ومديره مركز رضا شلبي بمدينه طنطا. مرحبا بحضرتك يا دكتور. اهلا بك يا فندم. اهلا وسهلا بحضرتك دكتور. في البدايه، في ناس كتير اللي هي بتربي الحيوانات الاليفه بيبقى عندها تخوف من فكره حمل القطط او الكلاب لانواع مختلفه من الفيروسات، وليكن مثلا فيروس كورونا، فهل القطط حامله لفيروس كورونا؟ تمام. طبعا الاول يعني نسال العفو والعافيه من المرض ده الناس جميعا يا رب، اللهم امين. طبعا الى الان لم يثبت اي حاله سجلت اصابه بالمرض دوت للقطط، او اتنقلت للانسان عن طريق قطه، او الانسان اتنقل من الانسان عن طريق لقطه او لكلب الى الان، وده طبقا لمنظمه الصحه العالميه. فكده الحمد لله ما فيش اي خوف خالص من تربيه القطط او الكلاب ونقلها لفيروس كورونا. طيب يا دكتور، طب ايه هي الامراض اللي بتصيب الكلاب او القطط ممكن انها تنقلها للانسان؟ هو طبعا في امراض كتيره جدا لازم احنا ننتبه اثناء تربيه الحيوان، ان احنا نلتزم بكل المعايير الصحيه وتطعيمات الحيوان علشان ما نتعرضش نفسنا للامراض دهيت. انا هتكلم على اشهرهم لان هي امراض كتيره جدا. احنا هنتكلم على الموست كومن الرينج وورم، والرينج وورم ده مرض فطري يصيب الجلد، بتظهر في شكل بقع حمراء او بقع داكنه، طبعا بيبقى منظرها مش لطيف. مفروض ان احنا اثناء تربيه القطط والكلاب ناخد بالنا كويس جدا من الرعايه الصحيه للجلد والشعر، ونلتزم بجميع التطعيمات المخصصه لهذا المرض علشان نتجنب الاصابه به. مرض تاني مشهور جدا بيخوف الناس كلها، وهو مرض التوكسوبلازما، ويقول لك مرض البنات. وده يعني هو القط حقيقه او الكلب يعني هو متهم فيه، بس مش متهم فيه بشكل مش حقيقي. المرض ده حضرتك احنا ممكن يتنقل لنا احنا كبني ادمين بعيدا تماما عن القطط والكلاب، وده نتيجه العادات الصحيه او التغذيه بتاعتنا السيئه. لو احنا بناكل مثلا لحوم مصنعه او مجمده مش مطهيه جيدا، فاحنا عرضه للاصابه برضه. يعني مش القط هو السبب الرئيسي في المرض دوت الصراحه. المرض ده مرض طفيلي، هو لا يوجد ليه تطعيم، يعني لان معظم الناس فاكرين ان ليه تطعيمات، لا هو ملهوش تطعيمات، هو ليه حفاظ دوري او متابعه دوريه لاعطاء اقراص للديدان علشان نتخلص من المرض ده. وطبيعي طبعا لازم ان احنا نراعي ان حيواننا ما يتغذاش على اي اطعمه غير مطهيه جيدا، ممنوع نحط له اكل ني لان ده بيزود فرصه حدوث التوكسوبلازما، يعني وده مرض خطير. يعني حضرتك عاوزه تقول للساده المشاهدين ان المرض ده ملوش علاج، لكن له تحسين ممكن ان احنا لا ليه وقايه لانه ملهوش تطعيم. هو لو ليه تطعيم اصلا كان بني ادمين اولى بيه. يعني حضرتك هو لا يوجد تطعيم للتوكسوبلازما، عشان يقول لك حقنه للتوكسوبلازما، لا الكلام ده علميا مش مظبوط خالص. والتوكسوبلازما ده نوع من انواع البروتوزو، فده حضرتك علاجه او الوقايه منه ان احنا نبعد تماما اي لحوم نيه. ثانيا نلتزم بجرعات الديدان بصفه دوريه بس، خلاص، لان ده مرض خطير جدا والناس بتتكلم فيه كتير الصراحه. والقط مظلوم؟ لا، القط يعني ملهوش دور اساسي الا اذا احنا يعني هيئنا الفرصه بالنسبه للقط عن طريق اكل او حاجات مش مظبوطه ان احنا نصاب بالمرض ده. في مرض مشهور جدا 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 برضه في الامراض المشتركه، وهو السعار، وده مرض خطير جدا 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 على فكره. هو ملهوش علاج في البني ادمين للاسف، بينتهي اعراضه بالوفاه لو لا قدر الله يعني اصاب بالمرض دوت. يعني بيسجل حوالي 59 ألف حالة وفيات على مدار العام على فكرة من حاملين مرض السعار. مرض السعار ده ليه فاكسين مهم جدا، ومعظم الناس بتخاف تديه، أنا مش عارفة ليه الصراحة. التطعيم ده مهم جدا جدا جدا، وبالنسبة للقط وبالنسبة للكلاب لازم تبقى حريص أنك تذهب للطبيب البيطري وتعرف مواعيد تطعيم الفيروسات، خصوصا السعار، لأن ده مرض مشترك ومرض خطير جدا بيننا وبينه. تمام. في أمراض تانية برضو بتتنقل لنا عن طريق الحيوانات، زي مثلا التهاب ملتحمة العين. يعني حضرتك الشعر اللي بيطير بطريقه كبيره دي كده ممكن يسبب حساسيه لبعض الناس اللي عندهم مشاكل في عينهم. عشان كده احنا لازم ناخد بالنا دايما من رعايه ونظافه شعر القطه
عشان ما نسببش في سقوط الشعر. برضو في عندنا امراض بتتنقل لنا عن طريق الجهاز التنفسي، الناس اللي عندها حساسيه طبعا تبقى حريصه. امراض الجلديه احنا قلنا اتكلمنا فيها. والخرابيش، خرابيش القطه مهم جدا ان احنا ناخد بالنا على فكره ان بعد القطه تخربش، خصوصا القطه شارع، ان احنا نغسل ايدنا كويس جدا ونطهرها، لان في بعض البكتيريا ممكن تنتقل لنا وتعمل لك تورم في الجلد وتعمل لك التهاب في الغدد الليمفاويه. لازم نروح لاي طبيب مختص او نروح مثلا صيدليه؟ والله لو حصل عضه من قطه شارع حضرتك لابد انك تروح تاخد فاكسين للسعار لازم. طيب يا دكتور كلمينا عن تطعيمات القطط، وهل في ادويه معينه ممكن نرجع اليها باستمرار؟ اه طبعا تطعيمات القطط دي شيء مهم جدا، يعني انا بتمنى من كل مربي يحب يربي قطه ان هو لازم يقرا الاول عن التطعيمات، لان التطعيمات دهيت مهمه جدا جدا للحفاظ على حياه الحيوان. تطعيم مهم خالص تطعيم الفيروسات، القطط بتطعم تطعيمات للفيروسات عشان تحميها من امراض فيروسيه خطيره، لو حيوان ده تعرض للامراض دهيت بتبقى في ريسك كبير جدا على فكره في شفائها، لانها بتحتاج فتره طويله جدا، لان ده مرض فيروسي مناعي بتلعب المناعه وبتشكل دور مهم جدا واساسي في العلاج، يعني انت ممكن تدي كل العلاجات الممكنه والحيوان برده ما يعديش منك من المرض دوت، فليه نعرض حيواننا لريسك كبير جدا في حين ان احنا ممكن نطعمه ونرتاح من كل الالم دوت. تطعيم، في تطعيمات طبعا هم نوعين موجودين في الماركت عندنا في مصر، تطعيم اسمه الثلاثي وده في شركتين منه، شركه بايوكان وشركه بروبيت اف اي تي بيورو فاكسين، وده تطعيم ممتاز جدا. وفي تطعيم تاني اسمه الرباعي، تطعيمات دي لها مواعيد، المفروض كل واحد بيربي حيوان يذهب لطبيب مختص بتاعه ويتابع معاه وقتهم، ولازم لازم لازم يكرر الجرعه التنشيطيه ضروري بعد 21 يوم ويلتزم بجدول التطعيمات علشان نحافظ على الحيوانات دهيت. برضو في تطعيمات مهمه جدا اللي هو السعار، احنا قلنا عليه لازم نطعم حيواننا سعار حتى لو كانت قطه وجوه البيت طعامها، لان انت ما انتش ضامن ممكن تروح تتجوز منك تخرج منك تتخربش من حيوان تنقل لك عدوى خطيره جدا وكبيره جدا احنا ما نعرفش نتعامل معاها بعد كده، فلازم سيادتك تكون حريص على تطعيمات السعار وتطعيمات الرباعي او الثلاثي. ده بالنسبه للفيروسات. في تطعيمات مهمه جدا طبعا بالنسبه للحشرات وبالنسبه للديدان وبالنسبه للفطريات، لازم برضو تكون حريصين ان احنا نديها في الاوقات والاعمار المناسبه ليها، وده حفاظا علينا احنا، لان الديدان ممكن تتنقل لنا، الحشرات ممكن تنقل لنا امراض، الفطريات ممكن ننعدي. بالنسبه للكلاب طبعا في تطعيمات للكلاب مهمه جدا على فكره، احنا عندنا امراض فيروسيه للكلاب بتموت بنسبه كبيره جدا وخطيره جدا، مرض مشهور جدا بارفو وديستمبر، امراض خطيره. في تطعيمات مهمه جدا جدا موجوده في الماركت المصري وممتازه ومناعات وبتدي تتر مناعي كبير جدا. في تطعيمات اسمها الثنائي وفي الخماسي وفي الليبتوسبايرا مع الخماسي بيعتبر سباعي، وفي السوماني، وفي طبعا تطعيم ممتاز جدا 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 اسمه يوريكان ده التساعد دلوقتي. كل التطعيمات ديت على فكره لابد انك تذهب لطبيب مختص عشان يتابع معاك ويختار معاك النظام المناسب لحيوانك وتستمر بيه لازم، علشان نحافظ على حيواننا الاليف من امراض، احنا امراض بتوجع القلب، انت لما تشوف الحيوان تعبان فعلا واسهال وترجيع وحاله صعبه جدا وتكلفه، خلي بالك تكلفه ماليه برضو علاجه، يعني انت الفاكسين اقل بكتير من العلاج اللي تصرفه على الحيوان. طب ليه يا جماعه؟ الوقايه خير من العلاج، احنا الطب البيطري يا جماعه عندنا طب وقائي، طب وقائي، طب يعني حضرتك ما تستناش المصيبه تحصل وبعدين تعالج، لا حضرتك التزم بتطعيماتك وجدول الفيروس بتاعتك وديدان والحشرات هتلاقي حيوانك قليلا ما يمرض. بما اننا اتجهنا للوقايه، هل تعقيم الحيوانات مفيد من الناحيه الصحيه؟ يعني بص، هو موضوع التعقيم ده موضوع كبير جدا وفي جدل كبير جدا 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 بين الناس، خلاص انا هتكلم من نقطه واحده بس معينه ان هي الناحيه الصحيه، لان في اختلاف في الدين وفي الشرع انا لا اتطرق ليه لان انا مش اهل للدين ولا اهل للفتوى، انا هتكلم من ناحيه طبيه. من ناحيه طبيه التعقيم مفيد بالنسبه للحيوان، مفيد صحيا بالنسبه للحيوان، ده في حاله ايه؟ في حاله لو انت مربي قط او مربي حيوان عندك، الحيوان دي ليه متطلبات جنسيه على فكره، يعني عنده رغبه جنسيه، عايز يتجوز، عايز يخلف، يعني دي رغبه لازم حضرتك يعني تهيئ له المكان المناسب والوقت المناسب ان يحصل الحكايه دي. في معظم الناس ما بترضاش تجوز حيوانها علشان مش عايزه قطط كتير، مش عايزه دوشه، فالكلام ده كله حضرتك سيادتك بيأثر سلبيا ونفسيا على صحه الحيوان، دايما اندر ستريس، تكرار دخول اعراض الزواج على القط او القطه او الكلب او الكلبه بيؤدي الى مشاكل تناسليه رهيبه جدا 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 احنا في غنى عنها. حضرتك لو انت ما انتش عايز تجوز حيوانك يا ريت ما تديهوش اي وسائل منع حمل زي حبوب او حقن، لان الحاجات ديت في ابحاث كتيره جدا وريسيرش كبيره جدا ورهيبه نشرت، يعني اللي عايز يخش على النت يخش ويقرا الابحاث دي كلها، بتؤدي في الاخر لاورام وسرطانات وممكن تؤدي لك لمشاكل رهيبه انت في غنى عنها. ارجوك يعني ارجوك لو سمحت لو انت بتربي حيوان اليف وما انتش عايزه يتكاثر ويتناسل بصوره طبيعيه عندك في البيت، تذهب لطبيب مختص
حضرتك عشان يحدد لك الطريقة المناسبة لتعقيم الحيوان ده، وأفضل طريقة لتعقيم الحيوان ده حضرتك جراحيا. طيب يا دكتور، هل في مخاطر لتربية القطط أو الكلاب في المنزل؟ لو شخص مثلا عنده كبير في السن أو أطفال صغيرين بيبقى عندهم ضعف في الجهاز المناعي بشكل عام، فهل تربية القطط ممكن تأثر عليهم؟ طبعا حضرتك أنت بتتكلم على فئة حساسة مش فئة عادية، فطبيعي بالتالي لما نيجي نتعامل مع الفئة دي، الناس اللي هم أصحاب المناعة الضعيفة أو الناس الكبار في السن، لابد أن هنتوخى الحذر أصلا في أي معاملات معاهم. فطبيعي حضرتك لما انت تحب او تبقى انت عايز تقتني قطه او كلب معاك في البيت، لازم تاخد بالك كويس جدا انك تبقى ملتزم بجميع تطعيماتهم الدوريه علشان ما تاثرش على مناعه الانسان دوت. بس خد بالك برضه على فكره، تربيه الحيوان الاليف ساعات كتيره جدا بيحسن من الحاله المزاجيه والحاله المناعيه للاطفال على فكره، خصوصا اللي عندهم توحد. يعني في دراسات اصلا يعني اتنشرت كتيره جدا على اهميه وجود حيوان اليف في البيت على فكره، للناس كبار السن، الناس اللي عايشين لوحدهم، الناس اللي ما عندهمش اطفال، الناس اللي الاطفال اللي بتعاني من مشاكل نفسيه على فكره وعدم اختلاط. فالحيوان الاليف وجوده في البيت بقى بشكل دلوقتي كبير جدا، وعلى فكره وليه اثار جميله جدا على فكره على الانسان. فما ما يعني ما نخافش من تربيه الحيوان الاليف، بالعكس ان يعني يا ريت كل بيت يبقى فيه حيوان اليف، هيخلينا نشعر بالرحمه على فكره والانسانيه، وهيخلي ابنك وبنتك على فكره ازاي يقدر يبقى عنده انسانيه ورحمه ويتعامل مع الحيوانات بصوره كويسه وجميله. بس إن احنا حريصين ان احنا نحافظ على الحيوان ده، لان الحيوان ده موجود معانا في البيت كانه بني ادم او كانه روح معانا، لازم نحافظ عليها، انت تحافظ على نفسك ونحافظ على حيوانك. كمان واحنا خارجين بنتنزه مثلا او ماشيين في الشارع ممكن ناخدهم معانا نمشيهم، بيبقى جو لطيف شويه. طبعا على فكره المشي للحيوان ده شيء مهم على فكره، يعني انا برضو بنصح الناس اللي بتربي حيوانات ان هي تحافظ على الحاله النفسيه. على فكره الحيوان بيشعر وبيحس اكتر مننا والله، بس هم ما عندهمش لسان ينطق والله. يعني سبحان الله، يعني الواحد مر بمواقف كتيره في حياته، يعني والله ناقص يتكلم. كلمينا عن موقف من اللي حصل لك ده يا دكتور، يعني احنا شفنا على الفيديو بتاع حضرتك كان في موقف كتير جدا بالنسبه للقطط اللي حصل لها كسر، اللي وقعت من الدور الخامس وحضرتك عالجتيها. كلمينا عن موقف من ضمن والله انا في موقف مش قادره انساه خالص، بتاع كلب هو دلوقتي عمره 10 سنين. الكلب ده كان مصاب بفيروس بارفو، كان في خط فاكسين وحصل له بوست فاكسن الرياكشن رد فعل يعني، وصاحبه جابه فقلت له ده لازم يعلق محاليل، فصاحبه يعني استصعب الامر وقال لي لا انا مش هقدر ومش عارفه ايه، فقلت له طب معلش طب نحاول مع بعض شويه، وقعدت على له محاليل واخدته معايا يعني فتره 3 4 ايام كده، وكان صاحبه طبعا بيتابع على طول معايا الصراحه، كان راجل محترم جدا وما تاخرش عنه في حاجه والله. والكلب ده سبحان الله فيه كميه وفاء اكتر من البشر والله، كل ما يجي لي العياء كبر الحمد لله وخف، وكل ما يجي لي العياده لازم يحضني ويبوسني ويقعد تحت رجليا وما يرضاش يمشي ابدا والله، ويزعل جدا جدا وهو ماشي. فالكلب ده الصراحه انا بحبه جدا جدا ولحد دلوقتي ما شاء الله عايش. حضرتك ليك موقف كتيره جدا. طيب يا دكتور، هل طعام القطط بيفرق من نوع لاخر، وايه افضل طرق لتغذيه؟ طبعا التغذيه على فكره مهمه جدا 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 على فكره في حياه القطط والكلاب برضو، بس في القطط بتشكل مشكله كبيره خالص، لان القطط اصلا بطبيعتها اكلات لحوم بس، يعني البروتين بتاعها لازم يكون عالي، كتر استخدام البروتين ده ممكن يأثر لك بمشاكل صحيه وسلبيه جامده جدا على صحه الحيوان. احنا لازم الاول ناخد بالنا واحنا بنغذي حيواننا الاليف احنا في انهي مرحله عمريه، لان للاسف احنا معظم الناس اللي بتشتري دراي فود بتشتري دراي فود سايب اكل سايب من في شكايه، فمعظم الناس مش عارفين هو في انهي فئه عمريه مناسبه. يعني مثلا احنا عندنا الفئه العمريه الاولانيه من مرحله الفطام لحد مرحله البلوغ، يعني من عمر مثلا شهرين لعمر سنه دي لها اكل تاني خالص، مرحله من سنه لخمس سنوات مرحله البلوغ لها اكل تاني خالص، مرحله اكبر من كده اللي هي مرحله الشيخوخه لها اكل تاني خالص. المرحله الاولانيه لازم نكون حريصين ان البروتين فيها عالي، المينرالز والعناصر عاليه، لان دي مرحله نمو عشان نبني جهاز عضلي وجهاز هيكلي مناسب للحيوان. المرحله الثانيه لازم يكون البروتين فيها بتاعنا معتدل علشان نحافظ على وزن ثابت للحيوان ما تخنش معانا. المرحله الاخيره اللي هي مرحله الشيخوخه دي لازم نحافظ ان نكون واخدين بالنا ان البروتين كميته تقل، لان معظم القطط والكلاب بيحصل لها دايما مشاكل في الكلى والكبد بعد فتره معينه من العمر، وده نتيجه لاكلهم واخدانهم كميه كبيره من البروتين، فلازم ناخد بالنا من الحكايه دي كويس جدا جدا جدا. ولازم لما نيجي نشتري نكون يعني ايه فاهمين، يعني مش اي حد يدينا اي حاجه كده ناخدها وخلاص. يعني انا عندي قطه صغيره اروح لحضرتك لدكتور مختص او مكان اللي بيع الدراي ومستلزمات الحيوانات يكون مختص، وتقول له من فضلك انا عايز دراي فود يناسب الفئه العمريه من كذا لكذا. وخد بالك في نقطه مهمه جدا برضو، ان انواع القطط بتفرق في طبيعه اكلهم كمان، يعني كل نوع بيختلف عن الاخر. يعني الشرازي اللي هو اللونج هير غير الشورت هير غير البلدي غير السيامي، كل قط وليه ريكويرمنت معينه، لازم نبقى احنا واخدين بالنا من التغذيه، لان احنا حضرتك زي ما بقول الجسم السليم في العقل السليم، لازم التغذيه في الحيوانات برضو تكون مظبوطه، لان دي هتقلل لنا من ظهور الامراض.
طيب دكتور، ايه هي افضل انواع اللي احنا بالنسبه للقطط اللي احنا ممكن نقتنيها عندنا في المنزل، بحيث انها تبقى بعيد عن الامراض وخليها كلها جميله؟ بس هو القط حيوان يعني ايه لازم التعامل معاه يكون بحرص. هو حيوان يعني ايه يعني تقرب منه تكون بحرص، لان في حيوانات بتبقى صعبه شويه انك تقرب منها. وبص عامه اكتر قط يعني منتشر جدا في مصر اللي هو البرشا، اللي هو الشرازي. الشرازي في منه انواع، في منه المونفيس، في منه الهافبيكي، وفي منه الهيمالايا. ده قط جميل جدا وقط طيب، وقط بيتميز بشعر كثيف والوان جميله وعيون جميله ورجل قصيره. فهو اكتر قط يعني الناس بتحبه يعني على مستوى يعني العالم كله. يليه طبعا القط السيامي، وده قط جميل جدا بس بدا عدده تقل. وده قط على فكره ذكي جدا وحساس جدا وبيحب اصحابه قوي. عندنا برضو قطط الانجورا تركي، وده قط جميل جدا. القط الوحيد اللي بيحب الميه، يعني معظم القطط عندنا سيادتك بتخاف جدا من الحمى وبتخاف جدا من الميه الا القط الانجورا التركي ده. فالقط ده جميل جدا، بيتميز طبعا بوزنه كبير وحجمه كبير، ممكن يوزن معاك من 8 ل 12 كيلو. قط هادي الطباع، ما بيعملش مشاكل. عندك بقى القطط البلدي عامه، يعني القطط البلدي ديت انا نفسي صراحه معظم الناس يربوا قطط بلدي. انا في البيت عندي بربي قطط بلدي، بنتي نوراي ومهند بيجيبوا قطط من الشارع وبنقعد نربيها. عندنا كميه كبيره جدا. انا ربيت قطط شيرازي وربيت قطط بلدي، بس انا لقيت ان القط البلدي قط جميل جدا، حنين جدا، ذكي جدا، نظيف جدا، يعني ما فيش شعر معاك بيوسخ البيت. يعني دعوه والله مني لكل اي حد يلاقي قط بلدي في الشارع يعني مسكين او بيعاني من اي مشاكل ياخده ما يخافش. بالعكس والله قطط البلدي جميله جدا جدا جدا. طيب يا دكتور، كلمين عن المرض الصامت. المرض الصامت اللي هو اصابه القطط او الكلاب باحتباس البول خاصه في فصل الشتاء، هل ده بيحصل في فصل الشتاء بس السؤال، ولا في فصل الصيف، وايه اسبابه؟ دي كلها معلومات عاوزين نعرفها. وهل بيحصل للقطط اللي هي سن كبير ولا سن صغير؟ عرفنا بالمعلومات دي. تمام. هو ده على فكره سؤال جميل جدا والله، لانه المرض ده الموسم بتاعه دايما بيبقى موسم الشتاء، بس احنا برضو لاحظنا ان في حالات في الصيف بس ما تبقاش كتيره بنفس الشتاء. تمام. المرض ده مرض خطير جدا جدا، لانه مرض انت ما بتاخدش بالك منه لغير بعد يوم او اثنين وثلاثه، وممكن في بعض الحيوانات بتوصل. طيب يا دكتور، احنا معانا ماتيريال وهننزل بقى على الهواء دلوقتي، هنعرف ايه الصور اللي معانا. تمام. هنعرف، عايزين حضرتك توضح لنا الصور. دي صوره على فكره بتبين لك مدى معاناه القط اثناء احتباس البول لما بيروح لللتر عشان يحاول يعمل حمام. ده يعني صوره معبره على كميه الالم، صراحه رهيب جدا. الحيوان من علامات احتباس البول للناس ان هي عشان يا ريت تاخد بالها من النقطه دي، نقطه مهمه خالص. بتلاقي حيوانها بدا يروح كتير جدا على اللتر، يعني كل شويه رايح كل شويه يروح وما يقعدش كتير ويطلع على طول بسرعه. يبقى قاعد سيادتك يلحس في المنطقه بتاعت الاخراج بتاعته باستمرار. تلاقي الحيوان اثناء التبول او محاولته ان هو يتبول تلاقيه عمال يصرخ صوت فعلا يوجع القلب. دي بتبقى مؤشر لينا ان احنا ناخد بالنا، نروح نبص في الليتر نلاقي فيه ميه ولا ما فيش، نبص على حيواننا ما نسيبهوش، لان الحيوان بيتنيه كده يعاني يومين ثلاثه. معظم الحالات اللي بتجيلنا من احتباس البول بتبقى جايه لنا بعد 48 ساعه 72 ساعه. ده بيأثر جامد جدا على فكره، لان البول دوت هيروح فين؟ بيرجع لك تاني، بيرد معاك على الكلى منك نكتف بي، يعني عندك مشكله كبيره جدا ممكن تؤدي للفشل على فكره. يعني حضرتك بتقول للناس اللي هم بيربوا قطط لو حصل عندهم لو حسوا بس ان مجرد احساس ان القطط اللي عندهم بيروح كتير، مش بتعمل عندهم تبول او اي حاجه، يرجعوا بقى للطبيب على الليتر. ياخد باله كويس جدا، يسال الطبيب بتاعه ويتابع. على فكره برضو المرض ده منتشر جدا في الذكور عن الاناث، وده نتيجه لصفه تشريحيه على فكره، لان البنات لا يصاب باحتباس بول، لا تصاب بالتهابات في مجرى البول، التهابات في المثانه، الحيوان يقطع في الفيميل تقطع في البول. اما الذكور لا، بيحصل احتباس تام ولازم تدخل بسرعه عن طريق تركيب قسطره ومحاليل معينه، ولازم نظام غذائي وادويه يمشي عليه. بسرعه على الهواء برضو عرضنا معانا هنا. ده قط صغنن جميل اهو. ده هي ملايه شوكليت. ما شاء الله عليه. ده قط جميل كيوت خالص على فكره. ده الانجورا تركي اللي احنا اتكلمنا عليه من شويه. ده قطه بتوزن دي بيظهر اوزان كبيره جدا، وقط حبوب جدا وظريف على فكره. هو ده برضو ده حضرتك بيحب يستحمى قوي، بيحب الرعايه بشكل دوري يعني. كلهم على فكره بيحبوا على فكره الدلع، يعني القطط على فكره حيوانات لازم تتقرب لها وتودد لها، يعني حيوانات خلقت للدلع. بالظبط كده. القط السيامي ده طبعا قط جميل جدا من القطط الذكيه. ده بقى قط كيميرك، ده قط بقى يعني اجريسيف جدا، ده قط شديد شويه، قوي على فكره جسمانيا، ومع ذلك بيحب على فكره يعني اصحابه جدا.
وذكي جدا جدا جدا، اي حيل تعملها معاه بيعرف يعني ياخد باله منها. ده برضو الانجورا تركي، دي صورة بقى من دي الحضور اللي حالة في العيادة. ده كان دي كلب حالة تقريبا كان بيعمل عملية. دي ده كلب صراحة كان ليه قصة مؤثرة خالص. صاحبه على فكرة انسان محترم جدا، هو ما عندوش اولاد ومش متزوج وكان بيحبه جدا جدا، والحمد لله القطة الكلب ده بقى كويس وبقى زي الفل، فسابه مع عند واحد صاحبه يعني يرعيه. فصاحبه ده انسان برضو يعني اقول لك فعلا لطيف جدا والله، اخد باله ان الحيوان بيرجع او مش بياكل، فيعني مهتم جدا بالحيوان. جابه لي، عملنا اشعه، لقينا ان هو كان بلع كور، عارف مسدس الرش؟ كان بلع اللي هو الرش الصغير اللي هو الحبات الصغيره دي، وكانت عامله له ازمه كبيره جدا. فعملنا اتعاملنا معاه الحمد لله رب العالمين، وعملنا له تحاليل لقينا ان عنده انزيمات الكبد كانت عاليه، فعشان كده اتدخلنا عن طريق الانهاليشن الجهاز اللي جنب حضرتك دوت، والحمد لله الكلب دلوقتي بقى زي الفل. تمام ودي برضه حاله تثبيت كسر يعني. تمام يا دكتور، عاوزين نعرف عن الاعراض بتاعت المرض الصامت، الاعراض اللي بتظهر بشكل عام من بره، عاوزين حضرتك تكلمينا بص عنها حضرتك، ايه اللي احنا بيحصل عشان الاعراض نعرفها. في الاول زي ما قلت لك هو بيروح كده، بعد كده لو احنا اهملنا الموضوع بنخش بقى في ساينس تاني، اعراض تانيه خالص. تلاقي الحيوان بدا يرجع، قاطع معاك اكل، الحراره تبدا تنزل معاك، يحس ديبريشن، الحيوان مكتئب، قاعد منعزل. دي بقى الساينس دي لما تظهر تعرف ان انت كده وصلت لمرحله الخطر، فيا ريت ما نوصلش للمرحله ديت، لان المرحله دي بيبقى فيها دامج جامد جدا وتلف جامد جدا للكدني، وممكن الحيوان ده ما يقدرش يعدي منك من المرض دوت او علاجه. التدخل لازم يكون سريع، ارجوكم خلال 48 ساعه ل 72 ساعه اقصى حاجه للتدخل. التدخل بيبقى عن طريق تركيب قسطره او عن طريق حضرتك طبعا الطبيب المعالج اللي انت بتتابع معاه، هو يحدد الرجيم بتاع العلاج. طيب يا دكتور، ازاي نقدر نحدد افضل وقت للتزاوج بين الكلاب او بين القطط وبعضها؟ نحدده ازاي؟ بص حضرتك، هو القطط ليها دوره واعراض مختلفه تماما عن الكلاب. اولا الكلاب بتجي لها دوره من خلال كل 4 ل 6 شهور، يعني بيجي لها معظم الكلاب بتيجي مرتين في السنه، وفي بعض الكلاب اللي هي الجاينت الكلاب العملاقه بتيجي مره في السنه، وبعض الكلاب اللي هي توي بريد بتيجي 3 مرات في السنه. اعراض الكلاب بيبقى نزول دم، تبقى طيب يا دكتور، ايه اكتر السلالات اللي بتحتاج عمليه قيصريه؟ ايه افضل السلالات اللي بتحتاج عمليه قيصريه يا دكتور؟ السلالات المعينه، وهل عسر الولاده ممكن يؤدي لانفجار الرحم؟ طبعا طبعا ممكن يؤدي لانفجار الرحم. والسلالات المشهوره جدا في عسر الولاده اللي هي البولدوج، فرنش بولدوج، البكينيز، الشيتزو، الكلاب اللي هو البريكوسيفاليك عامه. حضرتك طبعا سيادتك الكلاب دي بيبقى لها صفات وراثيه معينه، يعني بتؤهلها دايما ان هي عندها عسر ولاده، فصاحب الحيوان ياخد باله ما يسيبهاش، يبقى محدد ميعاد مع الدكتور للولاده، وقبل ميعاد الولاده يروح يقرر هيفتح سكشن ولا لا. بالنسبه طبعا للقيصريه لو اتاخرنا عليها في حالات زي ديت ممكن تؤدي للانفجار طبعا، لان اوقات كتير جدا الحيوان بيبقى عمال يحاول ان هو يطلق عشان ينزل الجنين ومش قادر، فبالتالي بيحصل ربشر. وخصوصا كمان ان بعض المربيين بيلجأوا لحقن طلق من غير ما يتابعوا مع طبيب، فبالتالي بيؤدي حضرتك لمشكله كبيره جدا بيجي لنا الحيوان في حاله توكسيميا وحاله يعني من الريكومبنسي رهيبه. طيب يا دكتور، هنطلع فاصل بسيط ونرجع نتابع مع حضرتك الفقره تاني. نجاح، هو انت ينفع لما باب الثلاجه يعلق تروح تجيب نجار يصلحه؟ ولا خرطوم الميه في العربيه لما يضرب نجيب سباك يعمله؟ أكيد لأ، ده حتى المثل بيقول إد العيش لخبازه. يعني لو عندك مشروع تجاري في أي مجال وحابب تنجح، عليك وعلى شركة أميزديا. أميزديا شركة تسويق إلكتروني وإعلامي، هتوصلك بكل الناس في أي مكان وبأقل الأسعار. مع أميزديا هنعمل لك حملات ممولة على كل مواقع التواصل الاجتماعي وعلى قناة تلفزيونية معروفة. عندنا كمان إدارة كاملة لصفحات الفيسبوك، تصميم ويب سايت، فيديوهات تصويرية وموشن جرافيك. كل اللي عليك تعمله انك تعرفنا طبيعة مجالك وشغلك واحنا هنوصلك بالعملاء بتوعك. طيب ورجعنا لكم بعد الفاصل، عايزين حضرتك يا دكتور تكلمينا عن افضل وقت للتزاوج بين القطط والكلاب، عاوزين حضرتك تستفيدي فينا للاجابه شويه، تكلمينا عنها بشكل موضح اكتر. حاضر، بص حضرتك زي ما احنا اتفقنا
اعراض الجواز او اعراض البيريود بالنسبه للقطط مختلفه تماما عن الكلاب. القطط بتبقى عباره عن ساينس، القطه بتبقى بتيجي في الساينس او في الاسترس عن طريق ان هي بتعمل اصوات معينه جامده جدا، تلاقي الحيوان القطه عماله تتمرغ في الارض، تلاقيها عماله تلحس في المنطقه الخلفيه، تلاقيها بتقرب عند اي صاحبها او صاحبتها وتلاقيها عماله تلحس في رجلها كده، تلاقيها عايزه تهرب بره او تبقى يعني عند منافس او مخارج الشقه، تلاقيها دايما تقف، تلاقيها دايما تعوي بالليل خصوصا بعد وقت الفجر. ده بالنسبه للفيميل. بالنسبه للميل تلاقيه عمال ينقط لك ميه او يرش لك ميه في كذا حته، فدي من على برضه بيبقى عنده الرغبه في ان هو يهرب او ينط، لدرجه ان في موسم اثناء التزاوج ممكن قطط بتنط من ادوار عليا وبتتادي بتسبب في كسور لها رهيبه جدا نتيجه لرغبتها في الزواج. يعني ناخد بالنا كويس جدا من الاعراض ديت. اول ما القط بتاعنا او القطه بتاعتنا يبقى عند الاعراض دي، لازم حضرتك ان احنا على طول نفكر ان احنا نجوزه عشان نقلل من حده الالام بتاعه الدوره دي. بالنسبه للقطط، في قطط بتجيلها كل اسبوعين، في قطط بتجيلها كل 3 اسابيع، في كل قطط بتجيلها كل 3 شهور، ودي ملهاش قاعده ثابته لان القطط ميكس بريد، دايما ما فيش بيور يعني بريد عندنا بيتدخلوا في الجواز بسلالات اخرى، فبالتالي بيؤدي لك تنوع او اختلاف في مواعيد الدوره بتاعتهم. بالنسبه للكلاب، الكلاب بوضع مخدعها مختلف تماما طبعا، لان المربيين بيبقوا حريصين من الناحيه الاقتصاديه على زواج الكلاب وتربيتها واقتنائها بصوره اكبر من زواج وتربيه ويعني وتجاره القطط. فبالتالي حضرتك اصحاب الكلاب بيبقوا حريصين لمعرفه ميعاد الزواج المناسب علشان ما نضيعش الدوره ديت، ونبقى احنا واخدين بكل الاسباب عشان الحيوان دوت يقدر تحمل وتجيب لنا جراوي. في كذا طريقه احنا بنستخدمها. كان في طريقه قديمه معظم المربين قبل ظهور بقى الحاجات دهيت كانوا بيستخدموها، اللي هو بيقول لك ايه، هي بتنزل الدوره 9 ايام، بيجوزوها في اليوم 9 وال11 وال13. بس طبعا اثبت بعد بالعلم ان الكلام دوت كلام مش حقيقي او مش مظبوط. لازم بنستخدم وسائل تشخيصيه علشان تساعدنا لمعرفه الوقت المناسب للتبويض، وده بيبقى عن طريق 3 حاجات. طريق الميكروسكوب، حاجه اسمها فاجينال سيتولوجي، وده بيحدد لنا نوع وطبيعه الخلايا في انهي مرحله من مراحل الدوره. مراحل الدوره في الكلاب بتبقى حاجه اسمها استرس والبرو استرس والاسترس والداي استرس والان استرس. كل مرحله من المراحل دهيت ليها شكل معين تحت الميكروسكوب. طبعا الطبيب هو اللي بيقوم بعمل المسحه دهيت وبيحدد لك انت كلبتك في انهي مرحله من المراحل دهيت. تمام كده. الطريقه دي كويسه جدا، ولكن في طريقه احسن منها ونتائجها طبعا يعني قد تصل معاك ل100%، وهي تحديد نسبة البروجسترون، وده هرمون مهم جدا 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 في التبويض. في دلوقتي الحمد لله رب العالمين أجهزة بيطرية كتيرة جدا موجودة في الماركت المصري خاصة بتحاليل البيطرية للحيوانات الأليفة أو الحيوانات عامة. طبعا كل ما عملنا التحاليل في أجهزة خاصة بالحيوانات كل ما كانت النتائج تمام ومظبوطة 100%. البروجسترون ده احنا بننصح بعمل تحليل البروجسترون في اليوم 7 أو 9 لتحديد الرقم المناسب. الكلبة دايما بتتجوز معانا من الرقم ما بين 5 ل12، ده أفضل وقت للتبويض. طيب يا دكتور، ايه المخاطر اللي ممكن تتعرض ليها القطة أو الكلب بعد العملية القيصرية؟ بص حضرتك، بالنسبة للقيصرية طبعا هي عملية فتح بطن فليها مخاطر. المخاطر دي ممكن طبعا بعد الجراحة لازم في دور مهم جدا على المربي على فكرة ان ياخد باله من الحيوان بتاعه ويراعي كويس جدا الجرح. طبعا الحيوان ده ممكن يلحس في الجرح بتاعه، ممكن يفك الغرز، ممكن يحصل حاجة اسمها هرنية غرزة تفك داخلية، ممكن يحصل لك حاجة اسمها دهيدريشن، ممكن يحصل لك حاجة اسمها تشوك، ممكن يحصل لك حاجة اسمها توكسيميا لو انت عامل عملية متأخرة وخدت قرار القيصرية في وقت متأخر والحيوان كان حالته الصحية مش مظبوطة. ممكن طبعا الجراوي تموت منك بعد العملية طبعا، لان الكلب او القطة بتبقاش قادرة ترضع، فلازم تاخد بالك كويس جدا انك تحضر لبن صناعي وتهتم كويس جدا بالقطط والكلاب بتاعتك. لازم تبقى حريص اعطاء محاليل ومضادات حيوية، لازم نبقى حريصين بشكل اكتر. طبعا لا طبعا. بشكر حضرتك شكرا جزيلا، ومن اللقاءات جاي ان شاء الله. مشاهدينا بشكركم على حسن المتابعة، واشوفكم ان شاء الله الثلاثاء الجاي الساعة 1 في نفس الميعاد. بشكركم جدا.